ثم تراءى لي ما يشبه الحلم. رأيت ديكوي الشيطان بوجهه الوسيم وهو يقف بجوار بعض الرجال الجالسين على مائدة. اقتربت كاميرا الحلم الذي أحلم به من وجه ذلك الرجل الذي يقف ديكوي بجواره، فظهر اسمه مكتوبا بالخط الأبيض الكبير تحته: آيفي لي، وبين قوسين: آيفي سام. يبدو أنه ليس رجلا جيدا. كان يجلس على رأس المائدة جون دي روكافيلر جونيور. قال له آيفي سام: أنت يا سيدي قد أصبحت أكثر شخص مكروه في أمريكا كلها بعد أحداث لادلو. قال رجل من الجالسين: المظاهرات تخرج تقريبا كل يوم، كلها شتائم فيك سيدي جون دي. قال آيفي سام: لهذا يا سيدي أنا هنا لإصلاح هذا الأمر وتحويلك من أكثر شخصية مكروهة في أمريكا إلى أكثر شخصية محبوبة فيها. قال له جون دي: وكيف ستفعل هذا بالضبط؟ قال آيفي سام: البروباغاندا، تغيير رأي حشود كثيرين من البشر، تغيير الصورة التي يحتفظون بها في خيالهم لشيء آخر تماماً فتتحول إلى صورة معاكسة. هذا تخصصي، أنا أسميه Public Relations. قال جون دي باستهزاء: هل لديك عصا ساحرة توجهها ناحية الحشود فتتغير آراؤهم؟ قال آيفي سام بلهجة من يعرف ما يتحدث عنه: بل لدينا ديكوي. وفي هذه اللحظة ارتفعت قدما ديكوي من على الأرض وطفا في الهواء، فرجع الجالسون بمقاعدهم خوفا وتحفزوا. قال آيفي: إن ديكوي هو سيد الإيهام والتضليل، أنت لن تفهم ما هو ديكوي إلا عندما تراه يعمل. سمعنا ضربات عنيفة جدا على الباب وكأن أحدا يحاول كسره من الخارج، ولم تمضي ثانية واحدة إلا وانكسر الباب وظهر وراءه أناس كثيرون في غاية الغضب، يبدو أنهم من المظاهرة. أول ما رأوا جون دي جن جنونهم أكثر وخطوا إلى الداخل بطريقة هجومية غاضبة، ثم انكسر زجاج الغرفة التي يطل على الخارج ودخل متظاهرون آخرون يبدو أنهم تسلقوا المبنى حتى وصلوا للغرفة. فزع الجالسون كلهم ولم يستطع أحد القيام من مجلسه، ورفع المتظاهرون أيديهم بأخشاب وفؤوس وعمدان عازمين على تحطيم رؤوس الجالسين الذين غطوا وجوههم بأيديهم. مرت ثانية واثنتان وثلاث، ثم أبعد الجالسون أيديهم عن أعينهم ونظروا حولهم فلم يجدوا أحدا من المتظاهرين، ووجدوا الباب مغلقا والزجاج سليما نظيفا بلا خدش. قال آيفي سام: كل ما رأيتموه وهم، أتاكم به صانع الوهم ديكوي، وهو سيفعل المثل مع جموع البشر الذين يكرهونكم في الخارج. إنه يستخدم البروباغاندا، وآلة البروباغاندا في زماننا هذا هي الصحف، مقالات مكثفة تكتب في جميع الصحف تحكي قصة مختلفة تماماً عما حدث في لادلو، قصة تجعل الناس يكرهون العمال ويرونهم مثل ما يرى الشخص العادي العصابات. إن تكرار سماعك وقراءتك للكذبة من عدة مصادر في نفس الوقت وبشكل مكثف يجعلك تصدق الكذبة في النهاية. ليس هذا فقط، بل أنت ستدعو لها، ستصير بوقاً من أبواقها. هذه هي البروباغاندا، هذا هو ديكوي. نظرت إلى ديكوي الذي كان طافياً في الهواء، لكن عينيه الساخرتين توجهتا ناحيتي فجأة وصار يطالعني أنا في عيني مباشرة، ثم تحرك إلي طفواً في الهواء. تراجعت في رعب واستيقظت على الفور. نظرت حولي، رأيتك تجلس بجواري في مشفى ما تنتظرني أن أفيق. يا عزيزي أين نحن؟ لقد خدعنا ديكوي، خدعنا الإعلام، كل ما ذكر في الصحف في تلك الفترة عن مذبحة لادلو وعن الروكافيلر كان كذبا، بروباغاندا، وقد آتت ثمارها جيدا. لكن لحظة، أين نحن؟ هل انتقلنا بالزمن؟ أنا أرى جهاز تلفزيون أمامنا في المشفى. أيام لادلو لم يكن هناك تلفزيون. أمسكت بجهاز التحكم الخاص بالتلفزيون
وشغلته لعلي أرى فيه ما يفيدنا. كان ما تعرضه الشاشة عجيباً، كانت تعرضني أنا وأنت في جلستنا هذا وكأنها كاميرا مراقبة. غيرت القناة، وفور أن غيرتها تغيرت أجواء المشفى الذي كنا فيه لتصبح الأجواء حولنا هي الأجواء التي تعرضها القناة التي غيرنا إليها. كانت القناة تعرض مشهداً طبيعياً فيه أنهار وشلالات، ونفس المشهد كان حولنا في الحقيقة بنفس تفاصيله. غيرت القناة مرة أخرى، أجواء حرب ودبابات. صارت الأجواء كلها حرباً ودباباتاً وأصواتاً تصم الأذان. غيرت القناة مرة أخرى، يا إلهي حاذر رأسك، إنه انفجار كبير ضخم مع صوت اصطدام رهيب أتى من فوق رؤوسنا. وضعنا أيدينا في أذاننا وأسرعنا الخطى مبتعدين غير قادرين حتى على النظر لأعلى لنفهم ما هذا. لا يهم ما هي الكارثة التي فوق رأسك، المهم أن تجد وقتاً للهرب. الكثير يصرخون حولنا وينظرون للأعلى ويركضون مبتعدين، ومن نراهم على بعد منا يشيرون إلى ما يحدث فوقنا برعب. لقد عرفت الحادثة فور أن رأيتها في التلفزيون. إنها حادثة سبتمبر 11، اصطدام الطائرات ببرج التجارة العالمي في نيويورك. إن أقل رد فعل طبيعي لأي إنسان يرى المشهد على الواقع هو أن يصرخ. لذا فالشارع كله حولنا تحول إلى صرخات. رفعت رأسي لأعلى فرأيته، برج التجارة العالمي الشمالي. كان واقفاً بقامته المرتفعة المعهودة ويتصاعد الدخان من شق في رأسه. يا إلهي انظر، هناك أناس يتساقطون من البرج، هل ينتحرون؟ لماذا لا ينتظرون الإنقاذ؟ ثم وصل الإعلام ورجاله وكاميراته التي نصبت واتجهت كلها إلى الأعلى تصور الكارثة. دقائق مرت يملأها القيل والقال، ثم أرسل أحدهم طائرة ثانية من الجحيم الذي أرسل منه الطائرة الأولى، اصطدمت بالبرج الثاني فأسكتت الأفواه وهزت الأرجاء وجعلت كل من وقف للمشاهدة يهرع للهرب من هذا الجحيم. ابتعدنا أكثر من ابتعادنا الأول. نظرت إليك، إن دقات قلبك تسارعت يا فتى، وحق لها أن تتسارع. أنت ترى أمراً لا يحدث سوى مرة واحدة، لست أقصد في حجم الوفيات، فهناك مذابح تحدث كل يوم تصعد فيها آلاف الأرواح البريئة إلى بريئها، مذابح تسمع عنها كل يوم ولا تعطيها ذلك الاهتمام الذي تعطيه لهذه الكارثة، ربما لأن حجم الإثارة أو الأكشن في هذه الكارثة عال جداً، أو ربما لأن الإعلام ركز عليها كثيراً، أو ربما لأنها أمريكية. وقفنا عن بعد وظللنا نرقب هذه المأساة. نحن في يوم 11 من سبتمبر من عام 2001 يا صديقي، ذلك اليوم الذي يتذكره العالم كله جيداً ولا ينساه أحد. أنت قد رأيت هجمتين فقط، لكن الواقع أن هذا اليوم شهد 4 هجمات إرهابية من النوع الفاخر في أمريكا، هجمات قتلت حوالي 3000 شخص وجرحت 6000 آخرين، هجمات خسرت أمريكا فيها هيبتها أمام العالم، وخسرت من رصيدها ما يقرب من 3 تريليون دولار في يوم واحد فقط، يوم مشؤوم. 4 هجمات نفذتها 4 طائرات ترجع إلى شركتين من أعرق شركات الطائرات الأمريكية، American Airlines وUnited Airlines. أقلعت الطائرات بركابها من شمال أمريكا بشكل عادي مثل كل يوم متجهين إلى غرب أمريكا. تم اختطاف 4 طائرات وهي في الجو من قبل 19 إرهابيا. طائرتان من الطائرات هما الطائرة 11 والطائرة 175 اصطدمتا بالبرج الشمالي والبرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي في نيويورك كما رأيت أمام عينيك، وخلال 1.5 ساعة تقريبا سينهار هذان البرجان العظيمان بكاملهما ويتساويان بالأرض كأن لم يكن لهما وجود، مخلفين وراءهما الكثير من الرماد والنيران والأنقاض.
نيران كانت كثيفة حتى جعلت مبنى آخر في مجمع التجارة العالمي ينهار ويتساوى بالأرض هو الآخر، المبنى السابع. ثلاثة مبان ضخمة عالية تنطح السحاب نزلت وتساوت نواصيها بالأرض. الطائرة الثالثة هي الطائرة 77، هذه اصطدمت بالبنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية الحصينة، وتسببت في تحطم الجزء الغربي من المبنى. الطائرة الرابعة الطائرة 93 كانت متوجهة ناحية واشنطن إلى البيت الأبيض، أهم مبنى في أمريكا، لكن معركة بين ركابها ومختطفيها أدت إلى انحراف الطائرة عن هدفها وسقوطها على الأرض متحطمة في شينزفيل. مباشرة بعد الضربات أصبحت كل قنوات الميديا يتحدثون كالمحمومين ويذكرون اسم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي على أنه هو الرجل الذي يقف وراء هذه العمليات كلها. وبعد 5 أيام من الجدل والقيل والقال صرح بن لادن رسمياً بأنه لا علاقة له بهذه الضربات من قريب ولا من بعيد، إلا أنه اعترف بعد سنوات بأنه هو المخطط لها منذ البداية، وقال إنه فعلها انتقاماً من دعم أمريكا لإسرائيل، ذلك الدعم الذي يحمي إسرائيل ويعينها على قتل آلاف مؤلفة من أطفال المسلمين ونسائهم، وانتقاماً من العقوبات التي فرضتها أمريكا على العراق والتي مات بسببها أكثر من 1,000,000 طفل عراقي. بعد 1.5 سنة من الضربات تم القبض على إرهابياً شديد الخطورة من تنظيم القاعدة يدعى خالد شيخ محمد، وقد اعترف أنه هو المسؤول عن عملية 11 سبتمبر كاملة من الألف إلى الياء. قال إن الفكرة برزت في ذهنه في عام 1996 وأخبر بها بن لادن الذي أعجب بالفكرة ووافق عليها وبدأ تنفيذ المخطط. في عام 1999 جاء إلى أفغانستان 4 شباب: محمد عطا، مروان الشحي، زياد الجراح، هاني حنجور. تدربوا في أفغانستان حوالي 1 سنة ثم انطلقوا إلى أمريكا ودخلوا عدة مدارس لتعليم الطيران هناك وتخرجوا منها بدرجات عالية، وأصبحوا جاهزين لينفذوا أكبر عمليات استشهادية إرهابية في التاريخ. بعد تنفيذ الضربات بقليل انطلقت قوات أمريكية كثيرة إلى أفغانستان للقبض على بن لادن، وتم احتلال أفغانستان، واستمرت محاولة العثور على بن لادن طويلاً لكن بلا جدوى، كان مثل الزئبق. ثم بعدها يا إلهي إنني أبصق دماً، أحد ما طعنني في ظهري يا صديقي، إن دموعي تنزل من عيني ساخنة يا صديقي، هل ترى الذي طعنني؟ إنني أرى عينيك تنظر إليه بتعجب، من هو؟ نزع الذي طعنني سيفه من جسدي بقوة وتركني أهبط على ركبتي. نظرت له، إنها فتاة مقنعة، قناع احترافي مثل إن طعنتها غائرة تلك اللعينة. توجهت إليك الفتاة التي كانت ذات منظر يبث الرهبة بقناعها الأنثوي المتقن وشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، نظرت إليك وقالت: ألم نقل لك يا صاحب العقل ألا تتبع ديكوي؟ ألم نقل لك ألا تمشي وراءه؟ نظرت أنت إلي أنا الآن، أنت تبحث عن ديكوي، هل تتذكر هذه العين يا هذا؟ هل هذه عيناي؟ هل كان لي أنياب من قبل مثل هذا أيها الغبي؟ لقد أخبرتك أنني سأخدعك كل مرة وستصدقني كل مرة وستكون أبلها كل مرة إمعة كل مرة، فقط تصدق كل ما يقال لك، فقط تثق في الكلام عندما تسمعه، لهذا سأسجنك في سجني إلى الأبد ولن يحميك هؤلاء المقنعون، وإن أنقذوك الآن فسآتيك مرة أخرى ولن يكون حولك. أنت لي يا صاحب العقل، أنا أتغذى على خداعك، إنه شيء يشعرني بالنشوة. تغيرت ملامح وجهي الذي تعرفه إلى ملامح ديكوي الوسيمة التي تحولت تلقائيا إلى ملامح شيطان،
وتحولت ملابس الشخص الذي تعرفه إلى ملابس ديكوي السوداء. وارتفع ديكوي في الهواء وهو ينظر إليك بغل وإلى المقنعة التي أنقذت، ثم ذهب كالريح بعيداً وترك المشهد. كانت الفتاة المقنعة الآن تقف بجوارك وتربط على كتفك. لا تقلق، لن تكون وحيداً في هذا العالم. لا أريد أن أصدمك، لكن رفيقك الذي أدخلك إلى هذا العالم أول مرة وعشت معه أحداث أرض السافلين السابقة مات في أحداث مذبحة لادلو عندما ذهب لإنقاذ الأطفال. لن يأتي بعد اليوم، وهذا الشيطان تنكر بشكله ليخدعك. لا تقلق، أنت لست وحدك. لا تقلق أبدا، نحن معك. نظرت إلى الفتاة المقنعة، وبرغم دفء روحها وصوتها فإنك تشعر أنك غريب، لم تعد تدري كيف ستخرج من هنا. رفعت الفتاة المقنعة سيفها وبدأت تضرب به في الهواء ضربات قوية، ومع كل ضربة من ضرباتها كانت الأجواء تتمزق وكأنها تضرب بسيفها قماشا. تقطعت الأجواء القماشية كلها ومررنا عبرها إلى عالم الحقيقة المظلم الكئيب. قالت لك الفتاة: هذه المرة لن نتركك في عالم الحقيقة وحدك، ستبقى معنا، ستكون بخير، لا تقلق، تعال لأعرفك بباقي الرفاق. أمسكت بيدك ومشيت معها داخل العالم المظلم. كانت تسحبك وتنظر إليك بين الحين والآخر من وراء قناعها لتطمئن عليك، حتى أدخلتك إلى ما يشبه القاعة البحثية. كثير من المقنعين يجلسون على أجهزة كمبيوتر، كل واحد منهم يرتدي قناعا مختلفا مميزا. كان هناك ثلاثة مقنعين واقفين وسط القاعة يتحدثون في أمر ما، وما إن اقتربت منهم مع فتاتك التفتوا إليكما بترحاب. أنت تعرف أحدهم، إنه ذلك المقنع الذي رأيته أول مرة عندما مد لك يده في المظاهرة. كان هو الذي تحدث مرحبا وقال: ألكساندريا الجميلة، أنت دائما تحضرين لنا ضيوفا رائعين إلى مجتمعنا، مرحبا بك أيها الرفيق، أنا أدعى زورك. مد يده إليك فنظرت لها في حذر بسبب المرة الأولى، ثم مددت يدك وسلمت عليه. ثم نظر زورك ناحية أحد المقنعين، كان شابا أسود ذا جسد رياضي رشيق وقناع غامق. قال زورك: هذا مصعب من المنضمين الحديثين لنا، لكنه نشيط جدا فوصل إلى الصفوف الأولى في زمن قصير. ثم عرفك بالمقنع الآخر، كان قصيرا ذا شعر طويل بني ويرتدي نظارات على قناعه بطريقة بدت عجيبة لكنها لائقة، ويبدو مهزوزا قليلا وهو يعدل نظارته كل ثانية. قال زورك: هذا هو الدكتور هال، عالم الفيزياء العبقري، إنه مبرمج نظام هذه القاعة كاملا. امتدت يد من ورائك وربتت على كتفك، فنظرت خلفك تلقائيا وتراجعت إلى الوراء في رد فعل متفاجئ لكنه سعيد بما يرى. إنه سكوربيون، هو هنا أيضا. قال لك زورك: هل نسيت أن سكوربيون مقنع هو أيضا؟ قال لك سكوربيون: أنا سعيد أنك وصلت إلى هنا قطعة واحدة، لابد أن تنضم لنا قريبا يا فتى. حقا أنا حزين لفقدك صاحبك بهذا الشكل، لقد كان بطلا. سألتهم سؤالا بريئا تلقائيا، قلت لهم: معذرة، لكن من أنتم بالضبط؟ قال زورك: أنت تعرف أن عالمنا هذا هو عالم الحقيقة، ألم تخمن من نكون إذن؟ قالت ألكساندريا: لا داعي للكلام يا سيد زورك، هو إذا رأى عملنا سيفهم. هيا يا رفاق، لقد أتانا حادث ضخم، لا ينبغي أن نضيع الوقت. قال لهم سكوربيون: بل لن نبدأ في شيء حتى يستريح الرجل، هو يحتاج لهذا، تعال معي يا صديقي. اتجه مصعب إلى شاشة كبيرة في القاعة ووجه ناحيتها جهاز تحكم وهو يقول: هل رأى أحدكم كلام بوش عن الحادثة؟ هناك شيء عجيب في كلامه. فتح الشاشة فأظهرت بوش
وهو يحكي أنه أثناء ضربات سبتمبر كان في إحدى المدارس، ولم يصدق نفسه وهو يرى الطائرة الأولى في التلفزيون وهي تصطدم بالبرج. أوقف مصعب الفيديو ونظر للجميع. قالت ألكسندريا: هذا الرجل يكذب، الطائرة الأولى لم يصورها أحد مباشراً لايف وهي تضرب البرج الأول. الوحيد الذي صورها كان مصوراً يصور فيلماً وثائقياً في المنطقة في نفس اللحظة بالصدفة، والمقطع الذي صوره هذا الرجل لم يعرض في الإعلام إلا في الأيام التالية. فكيف يقول بوش أنه رأى الطائرة الأولى في التلفزيون وهي تصطدم بالبرج؟ قال زورك من وراء قناعه الفاخر: ربما سهى الرجل أو فقد تركيزه، أو قصد أنه رأى الطائرة الثانية. بدرت نظرات غير مرتاحة من أقنعة الجميع، ثم قال أحد المقنعين: لقد حصلت على شهادة من أكثر من شخص من العاملين في المدرسة أدلوا بها إلى الإعلام، إنهم يقولون إنه لا توجد في أروقة المدرسة أي تلفزيونات، لا توجد أي مدرسة فيها تلفزيون عام هكذا يعرض قنوات الأخبار للأطفال. قالت ألكسندريا بانتصار: قلت لكم إن هذا الرجل كاذب. قال زورك بحسم: فليكن كاذبا، هذا لا يثبت شيئا، إنه يريد أن يضيف لمسة درامية للموضوع، نريد أدلة حقيقية وليس هذا الهراء. تقدم الدكتور هال وهو يمسك اللابتوب الخاص به ويكتب عليه بعض الأشياء وينظر إلى الشاشة الكبيرة، ثم قال وهو يعدل نظارته: إن الكلام الرسمي الذي يقولونه في الإعلام وفي كل مكان عن سبب انهيار البرجين المفاجئ وتساويهما بالأرض بهذا الشكل، أن هذه الطائرات كانت محملة بوقود الطائرات الذي احترق مع الانفجار وسخن عواميد المبنى المصنوعة من فولاذ فانصهرت والتوت وتحطم الدور العلوي بكامله، وبسبب تصميم المبنى فإن الوقود المحترق هذا نزل وتشعب إلى العواميد السفلية فصهرها هي أيضاً وحطم الأدوار السفلية دوراً وراء دور حتى دكت البناية كلها دكاً وتساوت بالأرض. ومرة أخرى عدل نظارته وقال: لكن هذا هراء فيزيائي، الفولاذ ينصهر عند 2800 فهرنهايت، ووقود الطائرات لا يزيد بأي حال من الأحوال عن 1800 درجة فهرنهايت في أشد حالات سخونته، هناك 1000 درجة فرق باقية حتى ينصهر الفولاذ. قال له زورك: ليس شرطاً أن يصهر الأعمدة تماماً حتى يتحطم المبنى، يكفي أن يضعفها فقط فتلتوي فينهدم المبنى. قال الدكتور هال: ولا حتى يضعفها، لو سخنت هذه العواميد بوقود الطائرات اليوم بطوله لن يحدث فيها أي أثر، لن يضعفها حتى. ثم كتب هال شيئاً بحماس في جهازه فظهر على الشاشة فيديو لأحد الأبراج وهو ينهار. قال هال: انظروا كيف ينهار المبنى بطريقة انسيابية ناعمة بدون توقف أو تقطيع أو عدم انتظام، لو كان الأمر عبارة عن شيء ينصهر فيدمر ما تحته كان يجب أن تكون هناك توقفات في منتصف الطريق، توقفات طبيعية عادية لأي مبنى ينصهر تدريجياً، أو عدم انتظام في السقوط. أما أن ينزل المبنى هكذا كله دفعة واحدة كتلة واحدة، هذا لا يحصل إلا بفعل شيء واحد. قالت ألكسندريا بسرعة: المتفجرات، إنهم فجروا المبنى تفجيراً من النوع الذي تهدم به المباني بطريقة الإزالة. لو نظرت إلى أي فيديو إزالة مبنى بالمتفجرات ستجده يهبط بنفس الطريقة بلا أي اختلاف. قال زورك: حسناً، لدي هنا أيضاً عدة دلائل دامغة على أن المبنى تم تفجيره بالقنابل. أولاً، تم العثور رسمياً بين الحطام على بقايا قنابل حرارية متطورة أو ما يدعى نانو ثيرمايت، وكانت موزعة بكثرة بين الحطام حتى لا تكاد تخلو منها كل 5 أمتار مربعة، وهذا هو التقرير الرسمي الذي يثبت وجودها، طبعته حتى يشاهده الجميع، وفيه صور لبقايا هذه القنابل. سلمك زورك التقرير بطريقة تلقائية ونظر إلى الشاشة وأكمل: ثانياً، هناك متفجرات من نوع آخر تم استخدامها، متفجرات من النوع القاطع للمعادن،
واسمها شيب تشارج، وهي قنابل تركز قوة تفجيرها على قطع المعادن الثقيلة مثل الحديد والصلب. الدليل على استخدامها أن لدينا هنا صوراً لعواميد كثيرة في المبنى وهي مقطوعة قطعاً مستوياً، وهذا القطع كما نرى مزين بعلامات صهار لأطراف العمود، الشكل الذي لا ينتج إلا من استخدام هذه المتفجرات وحدها دون غيرها. اتجهت ألكسندريا ناحية الشاشة ولمستها لمسة في مكان معين لتعيد تشغيل فيديو الانهيار وقالت: لقد لاحظت شيئا عند انهيار المبنى لا يلاحظه إلا المدقق. في انفجار البرج الأول في هذا الفيديو لحظة الاصطدام لاحظت ظهور خطوط عرضية مفاجئة حول البرج، خطوط عرضية بعضها فوق بعض، خطوط انفجارية تشي بوجود متفجرات مجهزة. انظروا جيدا عندما أكبر الفيديو، ها هي، لاحظوا وجودها عند اصطدام الطائرة. ها هي الخطوط تظهر بعضها فوق بعض في لحظات معدودة، ثم يبدأ البرج في الانهيار ويغشي السماء الدخان فيغطي على الخطوط العرضية الباقية. حقا إن الخطوط واضحة جدا، خاصة بعد تكبير الفيديو. أتى مصعب بدليل جديد فقال: انظروا الآن، إن بقايا المبنى بعد الانهيار لا توجد فيها قطعة أثاث واحدة باقية، كل ما كان موجودا هو الرماد فقط. ما هذه الطائرة التي ستصطدم ببرج فتحوله كله إلى رماد؟ فقط ما تبقى هو بقايا خرسانة المبنى ملوية هنا وهناك. لو أن الموضوع عبارة عن طائرة اصطدمت كنت ستجد بقايا أثاث الغرف ضمن الحطام، قالت ألكسندريا. بعيدا عن هذا كله، الناس لا تقرأ التاريخ. في عام 1945 اصطدمت طائرة ركاب بمبنى الإمباير ستيت الذي هو ناطحة سحاب طويلة تماثل برج التجارة تقريبا، اصطدمت بنفس الطريقة ولم يحدث شيء في المبنى سوى أضرار في الجزء العلوي الذي اصطدمت به الطائرة، وهو الشيء الطبيعي. لم ينهر المبنى عن بكرة أبيه كما حصل هنا. جاء أحد المقنعين من مكان ما وقال: لن تصدقوا، إن ليري سيلفرستين وقع بلسانه. شغل الرجل فيديو على الشاشة لرجل كبير في السن يتحدث ويقول: لقد قررنا هدم المبنى السابع بعد أن وجدنا أن النيران حاصرته من كل مكان ولم يعد هناك أمل فيه. قالت ألكسندريا: معذرة، أليس هذا الرجل هو؟ قاطعها زورك قائلا: صاحب مجمع برج التجارة العالمي كله. لحظات من الصمت. قال مصعب بعدها: من أين له أن يزيل المبنى السابع لو لم يكن قد وضع المتفجرات فيه منذ زمن؟ ولو كان اعترف الآن أنه أزال المبنى السابع، فهذا يعني أنه أزال البرجين الكبيرين أيضاً بنفس الطريقة، فهو مالك كل الأبراج. كنت تنظر لهم وهم يتناقشون بحماس هكذا، وتتذكر عندما كنت تمشي وراء ديكوي وتسمع لقوله: ربت سكوربيان على كتفك وقال لك: لا تتعجب يا صديقي، إن هؤلاء مجموعة من الناس العاديين، لكنهم لا يسلمون عقولهم لأحد. تجدهم يتساءلون ويتشككون في كل شيء يسمعونه من الإعلام أو ينقله إليهم أي أحد، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الإعلام يكذب لمصلحة الدولة أو لمصلحة الكبار. لا تعجل، فلو انضممت لهم ستعرف كيف علموا هذا علم اليقين. هم قوم لا يمكن أن يسوقهم أحد كما يسوق غيرهم، قوم لا يمكن أن تخدعهم، قوم استخدموا هذه الآلة المجانية التي أهداها لنا الخالق والتي تدعى العقل. قلت له: هل كونوا فريقا متحدا إذن؟ ضحك وقال لك: لا، لم يكونوا فريقا، إنما هم فئة من الناس. بعد ضربات سبتمبر أصبح صوتهم عاليا جدا لأنها استفزتهم استفزازا حقيقيا، ملوا كل هذا الكذب الذي يقال وكل الانقياد الذي ينقاده الناس كالقطعان. ولما على صوتهم أطلق عليهم اسم التروثرز أو أصحاب الحقيقة، لكن الإعلام والقطعان التي تتبعه سخروا منهم كثيرا واعتبروهم مرضى نفسيين.